السؤال عن ظاهرة حسب ما يذكر السائل أن الناس بدأوا يتهاونون في الصلاة على الكراسي، تجدهم حتى في صلاة الفريضة أو في صلاة مثلا التراويح أو القيام يصلون على الكراسي، ما توجيهكم بذلك؟ أما صلاة النافلة فالأمر واسع، صلاة التراويح والقيام، القيام في صلاة النافلة ليس واجبا أصلا وإنما هو مستحب، فالأمر واسع بالنسبة لصلاة النافلة. أما بالنسبة لصلاة الفريضة فالقيام مع القدرة من أركان الصلاة، الأصل أن المسلم يصلي قائما إلا إذا شق عليه القيام مشقة يفوت بسببها الخشوع أو أنه عاجز عن القيام في الصلاة. بعض الناس ليس عاجزا ولا يشق عليه مشقة يفوت بسبب الخشوع، يعني ربما يشق عليه مشقة محتملة، فهنا يجب عليه في صلاة الفريضة خاصة أن يصلي قائما. وبعض العامة يفتي نفسه بنفسه، يعني يفترض أنه يستفتي من أهل العلم هل له أن يصلي جالسا أم لا، أما كونه يفتي نفسه بنفسه فليس له ذلك، لأنه قد يفهم المسألة فهما خاطئا. ومما يدل على أن بعض الناس يتساهل في هذا أنه في مزاولة أموره الدنيوية يزاولها وهو قائم، فإذا أتى الصلاة صلى جالسا. طيب إذا كنت صادقا في أنه يلحقك مشقة، لماذا في أمور الدنيا ما شاء الله ولا أنشط منه؟ تجد أنه يقوم بحمل الأمتعة، يقوم يعني يزاول أعماله بكل نشاط، فإذا أتت الصلاة صلى جالسا. يعني فهذا يدل على أنه غير صادق في كونه تلحقه مشقة كبيرة يفوته بسببها الخشوع. ولذلك فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. صلاة الفريضة بالذات ينبغي أن يحتاط لها وأن يحرص على أن يصلي قائما إلا إذا عجز أو وجدت مشقة في القيام، وضابط هذه المشقة أنه يفوت بسببها الخشوع في الصلاة، بحيث يكون هذا الذي يصلي قائما يكون مشغولا بنفسه ولا يخشع في صلاته، هنا نقول صلي جالسا. أما المشقة اليسيرة محتملة فهذه لا تمنع من أن يصلي قائما.